أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ولقاء جديد وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. طبقنا اليوم طبق مشهور جدا جدا، أنا حامل مكبوس ولكن مش بالدجاج اللي هو الدجاج الكامل، هنعمله بفليه دجاج. هحتاج تشكيلة من البهارات، وعندي زبيب ونخي وبصل مفروم خشن، وعندي هون الرز، عم بستعمل رز بسمتي منقوع ومصفياه جاهز للشغل، وعنا كمية من الثوم والبصل والزنجبيل. في الأول هحتاج شوية مورد وهحط فيهم شوية زعفران، هخليه على جنب ما هشتغل فيها هلا. هحتاج طبق صغير أحط فيه تشكيلة البهارات اللي هستعملها. طالما إحنا عم نعمل وصفة مكبوس أكيد لابد إن أحط الهيل، أحط بهارات المشكلة، وكل أسرة إلها بهاراتها الخاصة، فممكن أنتوا تستعملوا بهاراتكم زي ما أنتوا بتحبوا. وعندي تشكيلة البهار أصبحت جاهزة. هسخن البصل، ما هحط أبداً أي دهون ولا زيت ولا شيء، مجرد البصل هقلبه بالشكل هذا لغاية ما يصير هيك لون ذهبي فاتح. هبتدي أثناء ذلك أضيف زنجبيل وشوية ثوم، ببتدي أقلب البصل لغاية ما يأخذ اللون الذهبي اللطيف من غير إضافة أي دهون زي ما اتفقنا. بس يغمق عندي بالشكل هذا هبتدي أضيف حوالي معلقتين من زيت الذرة، وبرضو أستمر هلأ بالتقليب والتشويح. ببتدي هلأ أضيف زبيب وبرضو أشوحه بهالطريقة. هبتدي أضيف نخي مسلوق. هبتدي هلأ أضيف شوي من البهارات اللي جهزنا، هبتدي أضيف اللومي، وعندي هون إضافتي الخاصة شوية فلفل أخضر. هلأ هذه أنا حسميها الحشوة، وحستعملها لحشو الدجاج، هخليها جنبي بهالطريقة. خطوة التالية كتير بسيطة، هحتاج قطعة من ورق الزبدة، هحط فيليه الدجاج بالشكل هذا عندي على الورق، هحط عليها الورقة الثانية. نبتدي نطرق الدجاج بهالطريقة، نشوف الموضوع أصبح جميل جدا. تتذكر قلنا عنا شوية بهارات برضو، مخلينهم هيك على جنب، هنرشهم على الدجاج بهالطريقة. نبتدي أعزائي المشاهدين ناخد شوي من الحشوة ونحطها على كل قطعة. عندي هون طبق أنا حاطة فيه طحين، هخليه جاهز جنبي، وأبتدي ألف الدجاج بهالطريقة. لفة بسيطة، ما تغلبوا حالكم أبدا بهذه الخطوة، مجرد هاللفة البسيطة هذه بالشكل هذا. خلوني أثناء ذلك أعزائي المشاهدين أبتدي أولع النار عندي هون عشان عطول يبقى سهل علي الشغل. في الطنجرة هذه هنولع النار ونحط شوية زيت، يبقى لفينا الرول بهالشكل، وعندي الطحين جاهز والزيت أصبح حار. ببتدي باخذ قطعة بإيدي بضغط عليها بالطريقة هاي، الموضوع كتير بسيط، ما بده تثبيت ولا عود أسنان ولا شيء. باخذ شوي من الطحين، بس مجرد تتغطى بطبقة خفيفة خالص، وعلى طول في الزيت، ونشوف بعد هيك خطوتنا التالية إيش حتكون. هنشيل قطع الدجاج هخليها في طبق جانبي، طبعا أخذت لون ذهبي لطيف زي ما شايفون، بس مش شرط تكون استوت 100%، احنا ما بدنا اياها تستوي 100%، هنخليها جنبنا بهالطريقة. خطوتنا التالية أعزائي المشاهدين لنفس الزيت اللي أنا حطاه، يمكن أحتاج أزود شوي بنشوف ساعتها. هنحط شوية ثوم وبصل والزنجبيل وبقية البهارات اللي ضلت عنا هلأ. كل الخلطة هيك بقلبها مع بعض شوي، ويمكن أحتاج طبعا شوية زيت لأنه هلأ هذه الكمية اللي حطبخ فيها طبعا الرز، فمحتاجة كمية زيت حلوة بالشكل هذا. هبتدي هلأ أضيف الرز اللي أنا صفيته، خلينا نسهل علي كده. هقلب تقليب خفيف خالص بس لا يتغطى الرز عندي بهالخلطة الخفيفة.
حغمره بالمي، أو إذا عندكم مرق ممكن نستعمل المرق إذا بتحبوا، وأخليه يأخذ هلأ غلوة قوية، نغطيه يأخذ غلوة قوية ونشوف خطوتنا التالية. أعزائي، بعد ما الرز يكون تشرب خلص المرق اللي أضفناه أو المي، برجع بحط هلأ قطع الدجاج على الوش بهالطريقة. ممكن أخليهم على جنب واحد إذا حبيت بهالطريقة هاي. حبتدي هلأ أوزع على طرف هذا شوية الزعفران، وبتتذكروا إحنا قلنا ضل عنا شوية حشوة، وهالحشوة حنقدمها برضو بضيفها طبعا على جنب الرز. هلأ بسكر على المكبوس. وصفة جديدة وسهلة ومبتكرة وحلوة للتقديم.